قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. تكلموا عن الابتعاث، الابتعاث الابتعاث، هذا تغريب، وهم كل عيالهم جاءوا متخرجين دكاترة في نظام الابتعاث، اللي خريج أمريكا واللي خريج بريطانيا مما قامت به الدولة وفقها الله في جلب العلوم التي ليست عندنا ليستفيد منها وطننا ومجتمعنا. كل خير تسويه البلد لابد أن يكون لهم فيه صوت. طيب وين صوتكم في أزمة قطر والخوارج والإخوان المسلمين؟ فضحتكم هذه الأزمة حتى أصبح الهروب الجماعي من تويتر، اللي قال أمي تبيني واللي قال عندي بحوثي العلمية، يا كذاب أنت إخوانكي هربت، ستفضحون وستذكر أسماؤكم. طرح مركز الحرب الفكرية جميل، وأيضا مراكز أخرى تطرح كتابات المشايخ التي أشار إليها صاحب الفضيلة، في زمن كانت تلك الكتب تحرق، سهل أن يقابل عدو في الميدان برصاص، ولكن يجب أن يمد قرطاس لهؤلاء ويقول انظر واقرأ، لأن هالة التهويل. قلت قبل قليل هذا اليوم يوم من أيام الله تظهر فيه السنة وتخبؤ فيه البدعة. السنة ظاهرة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. ونكمل بعد الصلاة. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.